يعني اكو معلومه تشير الى انه عدي ابن الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين كان يتعامل مع ابن رفسنجاني في تهريب النفط، وكان عقده وعقد شراكه يعني نشر في وسائل الاعلام العربيه والدوليه في حينها. يعني ما عندك معلومات؟ ما عندي معلومات عنها ابدا، لانني ما مطلع عليها، ما اعرفها. بس انا ايضا مثل حضرتك استمعتها من صحافة، هل مدى دقتها ما أعرف بها. ولكن تجارة الدوب وهاي انتشرت في تلك الفترة، يعني هي كمية محدودة، يعني قلت لك أنه هي 5,000 طن 10,000 طن، يعني قياسا إلى صادراتنا السابقة. وين؟ أي بس أنت من تنطيني 5,000 طن، لا تنطيني 10,000. 5,000 طن وأنا شخص كمواطن عادي يعني بسيط إمكانياتي، وأطلع لي دوبهم 5,000 طن مردودها علي يصعدني يعني 5,000، مدري وين. 5,000 طن نبيعك إياها 350,000 دولار كغازويل، أنت تروح تبيعها بالإمارات تقريبا يعني بنص مليون، أكثر من نص مليون، يعني بذاك الوقت 220 × 5,000 يعني فوق المليون تقريبا دولار. يعني انت محقق لك ما لا يقل عن 650 إلى 700 ألف دولار ربح. انا ذاك للهوى طبعا، مبلغ كبير. ولهذا يجازفون، كانوا يجازفون. يعني احدهم مرة صرح لي قال لي انا اذا شحنة من كل 4 شحنات تعبر فاني ربحان. إذا عبرت شحنة واحدة من كل 4 شحنات، يعني حتى لو الثلاثة الباقية مسكوها وياخذ له واحدة يعبر بها هو ربحان. خل نرتاح شوية، مو اكرمونا بانتظاركم أحبة المشاهدين، فاصل ونعود.